للمستشار عادل صلاح خضر. عايزين نفرق بين القتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت، ومن خلال ثقافتي القانونية المتواضعة أعلم أن القانون لا يعترف بالدية ولكن يعترف بمبدأ التصالح. هل دفع الدية في حالة القتل الخطأ أو الضرب المفضي إلى الموت تعفي من العقوبة؟ هو شرعا نعم تعفي من العقوبة شرعا قانونا، لأنه جنائيا يعني الدية مقابل العقوبة. تمام. وهذا إجماع من الفقهاء. تمام. إذا دفعت الدية مفيش عقوبة. نعم. تمام. ولكن إحنا في القانون عندي الضرب المفضي إلى الموت ده جناية. تمام. والقتل الخطأ دي جنحة. تمام. نعم. الجنحة يجوز التصالح فيها. الجنحة يجوز. يجوز التصالح في أي مرحلة فيها. في أي مرحلة حتى لو كان الحكم نهائي. تمام. نعم. تنقضي الدعوة الجنائية. تمام. تمام. الجناية بقى القاضي هنا مقيد. لأن القانون والمفروض أنا بقول هنا عوار تشريعي. المفروض الضرب المفضي إلى الموت اللي ما فيهوش قصد جنائي، اللي ما فيهوش نية إجرامية، اللي ما فيهوش سبق إصرار ولا ترصد، يبقى ناخد هنا بالإيه؟ يجوز التصالح فيه. نعم. ليه؟ لأن أنا حتى النص ده تحديدا أنا في تقديري إن هو بيفتح الباب إلى قضايا الثأر. ليه بقى؟ لأن الصلح تنحسم به النزاعات. والصلح نهون الصلح اللي بتأيده المحكمة. نعم. يعني أنا وأنت اصطلحنا والمحكمة أقرت هذا الصلح. نعم. ده بتنحسم به النزاعات. المحكمة بتأيد الصلح. أقرت هذا الصلح. نعم. يبقى ينحسم به النزاع. تمام. ولذلك حتى وفقا للقانون المدني أو قانون الإثبات الإقرار الذي يعتد به هو الذي يتم في ساحة القضاء. تمام. يبقى أنا أما أجي أصطلح قدام ساحة القضاء بتنحسم النزاع. تمام. أما أجي أصطلح إحنا قعدنا مع بعض وأنا دفعت دية وجينا قدام المحكمة وأقرينا هذا الصلح، المحكمة اعتبرته دليل إدانة إثبات على الجريمة. إثبات على الجريمة. نعم. فقدامها حاجتين، يا إما بتدي العقوبة يا إما بتنزل درجة من العقوبة باعتبار إن في صلح. ولكن أهل القتيل ما بتعفيش من ما بتعفيش. نعم. ولكن اهل القتيل بقى بيقولوا ان ان ان, إن العقوبه دي لا تضاهي المقتول بتاعنا. تمام. فبناء عليه بترجع الديه ويبقى كده فتحت انا باب من ابواب الثأر. نعم. نعم. وبالتالي انا يعني من الناس اللي بتطالب او من الجمع الكتير اللي نعم. بيطالب اعضاء مجلس النواب انهم يتدخلوا لادراج هذا النص ضمن القضايا ضمن النصوص التي يجوز التصالح فيها حتى لو كانت لو كان الحكم نهائي. نعم. طب معالي المستشار بيشتكي معظم الناس من طول مده تحديد الجلسات امام محكمه النقض. السبب في ده ايه؟ وما الحل من وجهه نظر المستشار عادل صلاح؟ الدستور الجديد نعم اتى بنص قال ان التقاضي على درجتين في الجنايات. تمام؟ ومحكمه النقض اذا نقضت الحكم تفصل في القضيه. نعم. وبناء عليه انا اصبح عندي محكمه نقض واحده. نعم. على مستوى الجمهوريه. بيجي لها كل القضايا من كل المحاكم. وانا ملزمه كمحكمه نقض اذا نقضت حكم افصل فيه. المشرع طبق النص الدستوري في جزء اللي هو ايه؟ ان محكمه النقض اذا قضت بالعقوبه اذا نقضت الحكم انها ايه؟ تفصل في القضيه. نعم. ما بترجعهاش. تمام. تمام. ولكن ترك الاولى اللي هي ايه؟ ان التقاضي في الجنايات على درجتين. تمام. ودي اللي انا بطالب بيها ان يبقى التقاضي في الجنايات على درجتين هتخف الضغط على محكمه النقض وهيبقى فيه سرعه في الانجاز وفي عداله ناجزه. ده الحل من وجهه نظر ده الحل من وجهه نظري والحل القانوني. طيب.